يقول: اعتمرت ثم بعد العمرة ارتكبت كبيرة من الكبائر، هل عمرتي صحيحة وهل يلزمني شيء علما بأنني تبت إلى الله؟ لا يبطل العمل إلا الشرك بالله عز وجل، أما الذنوب التي دون الشرك هذه ما تبطل الأعمال، لكنك تأثم عليها، عليك التوبة إلى الله منها، وأما أعمالك فإنها لا تبطل.